السلام عليكم اخوان. اي والله هذا ترسم طبعا احنا تعرفون الدعم اللي سويناه الحمام فلاندرز كولكشن حمام الدريك باندي ولوك. عندنا دعم ثاني الحمام من غير سلاله بس هم تبزير فلاندرز كولكشن حمام ليو هرمز بشهاده فلاندرز كولكشن. اخوان هذا الحمام من الدرجه الاولى طبعا بالمناسبه فلاندرز كولكشن يملك ما يقارب 200 طير من افضل حمام ليو هرمز. شكو طير بطل يملك ليو هرمز عنده خواته وبناته فلاندرز كولكشن. هذا واحد من الحمام اللي جبناه سوينا عليه دعم للهاوي العراقي. فرجكم سعر الزوج 900 دولار. هذا الطير الواحد عند فلاندرز كولكشن يبيعه 600 يورو، ما يقارب 800 دولار. بس قدرنا اني حصل من عنده اسعار مناسبة وندعم الهاوي العراقي بيهم. شوف اخوان 4 2 3 1 8 2 1 321 اخوان طير مواصفات درجة اولى شهادة درجة اولى 0 21. اخوان هذا ابوه هذا اخو الديجان من ام واب 961 يعني جد الطير اخو الديجان ابوه هذا ل 351 اخوان اولمبيات ليو. هذا الطير ماخذ اول اولمبيات اي سي وتاسع انترناشونال اولمبيات اي سي. هذا الطير ماخذ اول اولمبيات ابو هذا الطير مباشر، اول على 2000، اول على 1600، ثاني على 2600، 10 على 15000، 10 على 11000، 48 على 21000. طير ابوه اولمبيات وشفتوا نتائجه وب 450 دولار. اريد واحد كل العراق قدم دعم للهاوي العراقي هيك حمام وهيك اسعار. امه حفيده الديجان من فوق ومن جوا يعني باوع. هذا ابو ابن الديجان على نتاليا، هذا ال 516. امه بنت الديجان على بنت الاولمبياد، يعني هاي بنت الديجان على الاولمبياد وهذا ابن الديجان. هاي الطياره 2013 بشهاده ليو هرمنز باعها اليجان. زين طير ابوه بطل وامه حفيده الديجان واحنا بالخدمه. وهذا الطير صار من اخونا مهند الركابي الله يستاهله بالخير عليك. السلام عليكم. السلام عليكم.